السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريفيو التاني من كتاب المنصة، برضو ده المستوى التاني انجليزي اهوت. كتاب المنصة ده كتاب جديد لسه نازل، والمستوى التاني يعني KG2. ونفتح من جوه ونشوف عامل ايه. برضو هو مقسم الدنيا، ولكن مقسمها ل 5 بورتس، لخمس اجزاء. عامل لي اول حاجة ان هو عامل ريفيجن على الالفابت واللي هو الحروف كلها، وريفيجن على النمبرز من 1 لـ10، وكمان راجع لي تاني على الليترز، وجايب لي فاولز، وجايب لي النمبرز من من 11 ل 20. ونشوف من جوه عامل ايه الكتاب ده. اهو هنا بيراجع لي على الحروف كلها اهي، وبيراجع لي على الارقام كلها. هنا حرف الاي وجايب لي عليها كلمات، حرف البي وبدا يجيب لي عليها كلمات. والله عامل شغل حلو، ده غير ان الكتاب متشاف قوي، يعني الحروف واضحه جدا ومتقسم تقسيمه عجباني جدا اهو. تمام، السي الدي الاي، تمارين بقى كتير عليها. ده يا جماعه الكي جي 2 منه، وشوفوا في الفيديوهات المستوى الاول انجليش برضو هيعجبكم جدا. حرف الجي جايب تمارين كتير وتمارين مختلفة. توصيل، لا حط دايرة، لا يعلم على الحرف، تشوز the picture، رايت missing letter، كل ده شغل في الكتاب. لا الكتاب عجبني، وعجبني كمان ان هو متقسم حلو وتمارينه حلوة، وبيراجع لي على الحروف بشكل حلو جدا. هنا جايب لي الأرقام، وجايب لي بقى في الآخر ريفيجن أو أكتيفيتي على كل الحروف مرة واحدة. هنا حرف اليو، حرف الفي، الإكس. شو التمارين يا جماعة شكلها حلو ازاي، خطه كبير ازاي. دايما نجيب لكم كل جديد ومختلف. هنا جايب لي جزء من الفاولز، يعني انا حبيت قوي الجزء ده ان هو بادئ لي على طول، لان الخطوه اللي ما بعد حفظ الحروف هي الشورت فاولز. فهنا جايب لي شورت فاولز اهو، بيعلمني البا والبي اي يبقى با، وبعدين مع بعض تبقى باج. طبعا حلو قوي ان هو مدخل الشورت فاولز في الموضوع اهو. وهنا جايب لي الارقام، وجايبها لي كمان باللترز لغايه طبعا ال20، وبعدين جايب لي اكتيفيتيز. لا الكتاب حلو، وفي الاخر كمان جايب لي زي اسمه ايه ديكشنري، زي كلمات. الكتاب 131 صفحه، وعامل كام؟ عامل 65 جنيه. وطبعا موجود عندنا جمله من اول 10 كتب تمام للمنصه اليوم، اللي عايز يكلمني. وعندنا كمان شحن لاي مكان، وعندنا شحن محافظات. تابعوني هنزل لكم كل جديد.